خد يبقى رفيع شوية. أنا مش عارف يا عمال شيء عندي. مع الخط يبقى رفيع، هنشوف زي كده. حتى لو كبرت شوية ممكن، وأنا بقلب الشرايح، إيه مش الشرايح، الصفحات دي، فممكن إيه تيجي ناقص الصفحة. ماشي يا أمل. أمل هبة سهام، حج السهام دي. أنا ممكن معايا حضراتكم أتكلم وإيه من على الديسكتوب وأنتوا تبصوا على دي. تمام يا سهام صلاح الدين، سهام صلاح الدين محمد. يبدأ عدد لا يشجع، 10 10. أولهم أحمد بدأ وآخرهم هبة محمود، وبينهما سهام وأميرة. العدد 10، عارف كده ينفع ولا الشريحة تبقى متاكلة الصفحة؟ الصفحة تبقى متاكلة كده كويس، بس برضه الصفحة هنا ضايعة يا هبة، الصفحة هنا ضايعة، مش كل حاجة فيها دي، يعني مش صفحة كاملة، دي تلت صفحة. لماذا ترون؟ ينفع كده؟ كده الصفحة كاملة اهي، ايه رأي حضراتكم؟ حد يرد علي. يا هبة يا إسراء، يا هبة يا إسراء ردوا علي كده. تمام، يعني شايفين صفحة كويس، على ضمانتكم انا مش صالح كاملة ان شاء الله. شايفين كويس، انا عشان نصر على كده فيعني لكن لو فتحنا الكاميرا هنا نشوف الدنيا ماشية ازاي، برضو مش هتاكل حاجة منها، انما تبقى ايه. انا متعمد عشان استنى شوية عشان الناس اللي كانت بتصلي العشاء، وعشان انتوا هي في محاضرة بعد كده من 8 صح؟ طيب هتبقى الصفحة كده، ده كتاب مش باوربوينت، وورد. معايا حضراتكم واحنا عاملين تسجيل المحاضرة. تمام يا أمل، يلا بسم الله والحمد لله. تمام، أنا بسيبكم هنا مع الصفحات، أغيب وأقلب فيها ونبدأ نتوكل على الله ونتكلم في المحاضرة، مراجعة لما سبق من أول كلمة، أول كلمة خدناها. بس بنزل تحت كده هنا وبفتح إيه الجنب هنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قلنا يا جماعة أول حاجة دلوقتي إحنا بنتكلم عن الكفايات التقليدية والإلكترونية والرقمية وإلى آخره، التي يجب أن تتوافر في المعلم في ظل عصر المعلومات والعولمة اللي بنسميه، وفي ظل عصر صناعة المعرفة، وفي ظل عصر الكلمة الرقمية، وفي ظل ما يسمى بمجتمع المعلومات والاتصالات، وفي ظل ما يسمى بالمجتمع التحول الرقمي. معايا حضراتكم الكلام ده كله إحنا يعني بنتكلم فيه. طيب
وبالتالي احنا لازم ايه ما يبقاش بعيد عن العالم ده، ولازم المعلم يعاد النظر، بلاش حد يتصل يا جماعه واتس ولا غيره عشان محاضره، من فضلكم من فضلكم. ايه بس مهنيه حد يبعت الرابط، الرابط مش عندكم، تدخلوا عليه على طول منصه الباسورد واليوزر نيم. طيب فاحنا بنقول هذا العصر طبيعته بنتكلم فيه، عصر ايه؟ الانفجار المعلومات، عصر المعلومات، عصر ايه؟ التحول الرقمي، عصر مهارات التعامل مع المعلومات تخزينها واسترجاعها، ده كله طبيعه العصر. نظامنا التعليمي ماله؟ ان نشوف النظام التعليمي بتاعنا في ظل هذا الامر. احنا بنقول يبقى لازم نظام تعليمي عولمي، يعني ايه؟ نيجي هنا برضه ليكم معايا حضراتكم، يعني نيجي نقول ايه هنا، احنا نظام تعليمي عولمي له خصائص. هو احنا يا دكتور خلصنا المنهج؟ لا يا فندم، لا 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 خلصناش احنا، بس عشان امبارح ما كانتش في محاضره مظبوطه ما كنتش راضي عنها، لانه كان النت بيفصل يفصل 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 لغايه لما احنا ايه تعبنا. فاحنا بنديها لكم تعويض، فبنقول انا بالمره نراجع ايه كل اللي خدناه عشان نعرف راسنا من رجلينا. ماشي؟ طيب ننزل بقى تحت ونيجي هنا عند الموضوع. فادي بقى علامه النظام الثاني، ده المحور الثاني في الموضوع الاول عن النظام التعليمي. احنا قلنا في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعصر الدنيا الخربانه دي كلها. فايه بقى على ليه ثلاث ابعاد النظام التعليمي؟ ليه ثلاث ابعاد؟ بعد زماني الماضي والحاضر والمستقبل، بعد مكاني البيئة والأرض والقارة والدولة اللي تعيش فيها والمجتمع والمحافظة والقرية والمدينة والكفر والنجع والعزبة، البعد الداخلي اللي هي التربية وطرق التدريس والمنهج. واحد خلصنا المراجعة سريعة يا جماعة، مش هقول كل التفاصيل. ملامح التعليم بقى في عصر العولمة، إيه حكايته يا حسام؟ هنتكلم فيه حوالي سنة. يعني يا جماعة نعيش عصر كذا. اثنين، النصر اللي بيفيد انه نظام التعليم نظام عولمي في ثلاث ابعاد، بعد زماني مكاني وبعد الداخلي او التربوي او ايه البعد الخاص التربية والتعليم. جميل. طيب لما التعليم في عصر العولمة الكونية، العالم كله كونات من اقصاه الى اقصاه. اثنين، الثقافة العالمية، الثقافة العالمية دلوقتي احنا كل شئنا ولا ابينا بنشوفها وبنانا، يعني لازم تبقى ايه يعني تشوف وتتعامل بقى معها بتفكيرك انت وبمنطقك، وما تبقاش في عزلة من العالم ده. في ثقافة عالمية بيسموها جلوبال ايه كلتشر او جلوبالايزيشن كلتشر، يعني ايه عولمة ثقافية، في تدفق معلوماتي، كل معلومات من كل صوب وحدب. ده يا جماعه احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في خصائص وملامح، ملامح التعليم في عصر العولمه. كمان التدفق معرفي، وتوالد في المعارف والمعلومات، ده برضه من ملامح التعليم في العصر اللي احنا فيه، انه التعليم ده بيهدف لافاده الفرد والمجتمع محليا ولا عالميا، بيديك فرص للتحري والبحث والتعليم والتعلم. كمان بالسادس رقم ستة تمهين، كمان رقم سبعة بيشوف ايه بيربي احتياجاتك وميولك، كمان بيبقى في نوع من التعليم الالكتروني التعاوني. يبقى دول ثمان ملامح تانية يا جماعة، برضه انا احب اعيد وازيد لغاية لما ينفهم الدنيا كلها. فيا جماعة دلوقتي اسمها ملامح التعليم، كم ملمح؟ ثمانية، ثمانية، ممكن يبقى سبعة وثمانية المكررين، مش مشكلة. طيب معايا حضراتكم؟ نيجي يا سيدي اللي بعده يا جماعه، برضه ارجع لكم، انا مش شايفكم، انتوا شايفين بس انا مش شايفكم، ان انا بشتغل من حته ثانيه دلوقتي. برضه نقلب هنا ونقلب هنا عشان نجيب لكم ايه، اهي ملامح التعليم اهي، وهذا هي برضه ثمان ملامح معايا حضراتكم. نيجي بقى للي بعده، لماذا يا اميره ماشي الدنيا يا جماعه كويس؟ يا اخواننا ما خلصناش منهج والله ولا حاجه، احنا بنراجع اللي فات لسه لسه الحبل على الجرار. نيجي يا جماعه ايه نتكلم فيه، نتكلم فيه بقى التعليم في عصر ايه العولمه والمعلومات.
ماله؟ المفروض نعيد النظر في مين؟ في برامج إعداد المعلم تتجدد. ما ينفعش يا جماعة التعليم اللي خدوه في كلية التربية ده من 10 12 15 سنة، ولا اللي خدوه قبلكم، ولا لازم دلوقتي يبقى في برامج جديدة. وفي ظل اللي فات ده، الكلام اللي فات في الربع ساعة اللي فاتت، وفي ظل العولمة والمعلومات وكونية الدنيا، الكون كله بين يديك، بين أصابع يديك الواحدة. فطبعا ده كله يفرض علينا فرضا ويحتم علينا تحتيما انه احنا ايه نعيد النظر فين في برامج اعداد المعلم، بحيث نكسبه كفايات وكفاءات جديده تتلائم مع عصر تكنولوجيا المعلومات وعصر الايه الكفاءه الرقميه وعصر التواصل مع المجتمعات والثقافات المختلفه وعصر الجلوباليزيشن او العولمه والدنيا الهايصه دي كلها. احنا لازم ايه يبقى احنا المعلم ده ماله نعيد النظر في برامجه. يقول لك المفروض البرامج بتاعته دي المفروض يعني تقوم على مجموعه مبادئ، حوالي 7 8 مبادئ. ماشي يا جماعه، ده يعتبر المحور الثالث. ايه بقى المبادئ اللي بيقوم عليها؟ المنطق، يعني فكره من فكره من فكره. اليقين، يعني ناخد حياتي تبقى يقينيه او حياتي تبقى ايه معروفه ما فيش بقى شك فيها. اليقينية، الدقة معروفة، الترميز يعني ندرس علوم ورياضيات وفيزياء وحاجات زي كده فيها رموز. الإبداع، يعني لازم يبقى فيه نوع من الكرياتيفيتي أو الإبداعية، الطلاقة والأصالة والمرونة. نوع من الواقعية، يعني إحنا نشوف حياتنا الواقعية ونعيش على قدها ونطور في هذه الحياة وأساليبها. التجريد، يعني تجرد مخك وعقلك من العواطف والحاجات دي وتبص على ايه العلم والتعليم والتركيب والحاجات دي. الحدث، يعني تعرف الاشياء بدون جدل علمي. تبادل خبرات، يعني تبادل خبرات بين الايه المجتمعات المختلفه. دي بنسميها ايه بقى الثمان حاجات دول؟ الثمان حاجات دول بنقول عليها انه البرامج اعداد المعلم المفروض تقوم على اللي هي الجديده، على هذه المبادئ والمفاهيم. الثاني المنطق، اليقين، الترميز، الإبداع، الحياة الواقعية، التجريد، الحدث، تبادل الخبرات. خلصنا من ده؟ خلصنا. طيب أرجع وبص عليكم برضي تاني، أبص عليكم تاني ونغير الشريحة معايا يا جماعة. معلش عشان الخط ده أنا ما عارفش أقرأ منه، فبضطر أروح لمين بقى أميرة؟ أرجع لي للديسكتوب عشان مكبرة هناك نفس الموضوعات بقى. الموضوع بس مكبر، يعني هناك ايه بشكل تكبير يا اسراء. تمام يا جماعه، ماشي مهم كويس وربنا يسترها وماشي الدنيا كويس معانا والنت. طيب ادي يا جماعه البرامج المفروض نراعيها في او الامور او القواعد التي يجب ان نراعيها في برامج اعداد المعلم. خد الكلام ده كله يا جماعه قبل كده. نيجي يا سيدي يمكن تلخيص. ابص هنا تلخيص ايه بقى ما ينبغي ان تتميز به المقررات. المفروض مقررات الجديدة بقى لمين؟ للي هيتخرجوا من كلية التربية ومعاهد إعداد المعلمين. مالها؟ فيها مقررات عن الكمبيوتر وبرامجه. ماشي. اتنين، ايه المقررات دي؟ تساعد في حل المشكلات الآنية والمستقبلية. ماشي. مقررات مرنة تميز بالمرونة وتخلي الفرد يبقى يكتسب المرونة في أخذ القرارات والتفكير والحاجات دي كلها. مقررات مجتمع مرتبطة بالمجتمع وبالشخص وبالفرد نفسه، الفرد والمجتمع. تخليه هو يشغل وقت فراغه فيما يفيد وينفع. هادي يا جماعة بسرعة بسرعة برضه. هم احنا قلنا مقررات البرنامج بتاع إعداد المعلم في عصر العلوم والمعلومات. قلنا مفروض كمبيوتر وبرامج كمبيوتر والتدريب على الكمبيوتر، ونعرف المشاكل اللي بنمر بها في المجتمع الحاضرة والمستقبلية. نعلم الفرد التفكير ومرونة التفكير معايا، ينجز يحقق أهدافه وأهداف مجتمعه. ماشي. نيجي بقى إيه نبص على حاجة تانية، قفزة تانية، ملامح. وهنا أجي أبص عليكم أنتوا، أنا ببص عليكم عشان أغير لكم الشريحة. إيه بقى الملامح؟ الأسس، ملامح محتوى برنامج. بصوا سريعا يا جماعة، إحنا بنراجع، خلي بالكم أرجوكم عشان إيه احنا بنراجع، فمش بندي محاضره من جديد من اول، وحتى بنراجع الكلام ده كله خدناه قبل كده عشان بس نعرف راسنا من رجلينا. ماشي حضراتكم، ملامح الموضوع. نيجي بقى نتكلم على هذه الملامح. في ملامح تعليميه وملامح تربويه.
ملامح إدارية وملامح اجتماعية وملامح عولمية ومعلوماتية. ست ملامح في عين العدو. مالها؟ المفروض البرنامج ده يتميز يعني ملامح، نقول نشرح يعني ملامح البرنامج أو محتوى البرنامج، يعني عناصره، يعني المكونات بتاعته، الكومبوننتس، المكونات بتاعته إيه. في ملامح تعليمية، يبقى كل حاجة خاصة بالعلم والتعليم والبحث العلمي وحاجات اللي تفيد المعلم والمتعلم مستقبلا وهكذا. ملامح تعليمية، نعلمه حاجات ومفاهيم وأسس وقواعد وقوانين ونظريات ومبادئ ومفاهيم وحقائق علمية وتعميمات وقواعد وقوانين ونظريات، كل دي الملامح التعليمية. ما نخليش برضه الكلام ده قلنا قبل كده أعتقد، في ملامح تربوية، يعني إيه حاجات تربوية بحيث يبقى إيه التربية تبقى مستمرة والتربية تبقى إيه لصالح الفرد والمجتمع. فيما لا خلاص ماشي، يبقى احنا عارفين التربية غير التعليم، التعليم والتربية. طبعا الملامح التعليمية يبقى النواحي العلم يعني، والعلوم والفنون التي سيتعلمها المعلم الجديد. خلينا نعلم المعلم الجديد المسلح بكفاءات جديدة وكفايات جديدة تتناسب مع عصر المعلومات. في ملامح تربوية ماشي، في ملامح إدارية يعني إدارة النشاط وإدارة المنهج وإدارة التعليم الإلكتروني. المعلم ده ليه دور دلوقتي في إدارة التوفيق، تصميم الموضوع خدناه امبارح، التصميم معايا اللي هي بنسميها ايه بقى، التصميم دي اللي هي نموذج التصميم الخماسي ADDIE، نرجعوا له ان شاء الله في الاخر، ده اللي وقفنا عنده امبارح معايا، والمعايير والشروط. ملامح اداريه، ملامح اجتماعيه، يبقى التعاون والعلاقات بين المعلم والطالب والطالب والمعلم والطالب والمعلم والمجتمع والبيئه والاسره. ملامح العولمية، الجلوباليزيشن والمعلوماتية. ست ملامح دول ما نلخبطش بينهم يا جماعة، دول اسمهم ملامح المحتوى. المحتوى اهو، او البرنامج، محتوى البرنامج اهو شايفينه دي حضراتكم، ايه اسمها الملامح البرنامج. يبقى ملامح تعليمية تربوية إدارية اجتماعية عولمية معلوماتية. نيجي اللي نتكلم عليه، أبص عليكم برضي طلع برضي هنا طلع ماشي جماعة، الدنيا ماشي كويس عندكم يا دكتور؟ هي الشرائح اللي بتتعرض دي هي نسخة من الكتاب؟ هي نسخة نعم من الكتاب، نسخة من الكتاب يا أميرة. ماشي، هي مش شرائح، هي صفحات بالمناسبة يا أميرة. يا أمل، هي دي مش شرائح، دي على فكرة هي صفحات من كتاب، صفحات منه. أنا جاي بس عشان إيه ما نسيبش حاجة. وهي نفسها الباوربوينت اللي عرضناها قبل كده في المحاضرات لغاية امبارح. أنا باخد من ده كوبي وكاست، كوبي وبيست، كوبي وبيست على طول، نسخ ولصق، نسخ ولصق. معايا حضراتكم؟ تسألوش كتير بس عشان إيه نمشي، الله يكرمكم متأخرين. نيجي لمحتوى البرنامج أهو، محتوى البرنامج بس نقلب شوية عشان إيه تجيكم الشريحة كاملة. ايه بقى محتوى البرنامج؟ هيبقى في ايه البرنامج ده؟ البرنامج ده احنا قلنا برنامج مين يا جماعه؟ برنامج اعداد المعلم في ضوء تحديات العصر. في ايه بقى هذا البرنامج؟ المفروض بيواجه تحديات، تحديات شالنجرز، تحدي تقني او تكنولوجي بسرعه، تحدي معلوماتي في تضخم في المعلومات وتفجر، تضخم تقني يا جماعه. دلوقتي احنا قلنا في الأقمار الصناعية والإنترنت والفايبر أوبتيكالز، الآلاف الضوئية والسماوات المفتوحة والبث التلفزيوني والقنوات المتعددة، يا عالم تاني دلوقتي، عالم تاني. فكل دي تحديات بنسميه تحدي التقني أو التكنولوجيا، التحدي المعلوماتي في انفجار معلوماتي غير مسبوق في كل ميادين العلم والمعرفة. معقول المعلم يبقى يعني في غيبة عن هذا الأمر يا جماعة؟ معقولة؟ ويبقى هو مثلا بياخد شوية حاجات ومواد اللي خدها تخرج بيها هي اللي لغاية ما يطلع معاش؟ ما ينفعش. تحدي المعلوماتي لكل التحديات اللي بتواجه من البرنامج، تحدي العولمي، انت تجيب لك كده ورقة كده وتقعد تعمل فيها الحاجات دي يا جماعة بتاعت المحاضرات دي، وتعمل تكتب ايه كل حاجة احنا بنتكلم فيها. تحدي العولمي، التحديات الخاصة بمين؟ احنا قلنا عليه تحديات خاصة بالمحتوى البرنامج،
معايا؟ طيب وإيه ملامح البرنامج؟ قلنا ملامح معلوماتية، ملامح عولمية، ملامح اجتماعية، ملامح إدارية، ملامح تربوية، ملامح إيه علمية أو تعليمية. يا جماعة امسك ورقة كده واكتب الحاجات دي، اكتب مثلا ملامح محتوى برنامج إعداد المعلم في عصر العولمة، الست أو سبع ملامح دول معايا حضراتكم. طيب قول برضه التحديات اللي بتواجه البرنامج ده أو ده أو محتوى البرنامج، تحدي تقني أو تكنولوجي، تحدي معلوماتي، تحدي عولمي. معايا حضراتك وحضراتكم؟ وخلصنا كده الموضوع ده اللي هو إيه، نيجي للمعلم العولمي. فأرجوكم أرجوكم يا جماعة عشان خاطري امسكوا ورقة وقلم كده، ورقة وقلم واكتبوا فيه إيه الحاجات دي إيه عشان ما تنسوهاش. نيجي للمعلم إيه العولمي. إحنا ماشيين كتاب هينزل إمتى؟ والله يا نورة ما أعرف، أنتوا اسألوا وأنا أسأل بكرة على الحليم إن شاء الله. حاضر، هينزل قريبا إن شاء الله. لسه بدري مستعجلين ليه؟ إخواننا لسه الامتحانات لسه بدري، يعني الامتحانات لسه ولا 20 يناير. معايا؟ أنا أحب أشرب الكوباية، شايف الكوباية 50 دي، محدش يضحك. طيب نيجي يا سيدي إيه المعلم العولمي. مش هشرح تاني، مش هقول تاني اللي فات. إيه هو حكاية المعلم العولمي؟ المعلم اللي إعداده بيكون قائم على أساس إيه الدنيا ماشية إزاي والتحديات اللي فاتت والمكونات البرنامج العلمي والتربوي والتقني وإلى آخره. هو ده كله التحديات اللي فاتت المعلوماتي والتقني معايا حضراتكم والعولمي، التحديات الثلاثة دول. يبقى في معلم عولمي إيه المفروض إيه هو ذلك الذي يكون إنعكاس لهذه التحديات المعلم. طبعاً ده دلوقتي شغل يعني قضية إعداد المعلم في كل المؤتمرات الدولية والمحلية وإلى آخره، بتبين أهمية يا جماعة إيه حسن إعداد المعلم وحسن تدريبه وتسليحه بالكفايات والكفاءات اللي بتجعله معلم كفء وقادر على التعامل مع إيه تحديات العصر ومع متغيرات العصر ومع إيه الكلام ده كله ومع الأقمار الصناعية ومع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع التحول الرقمي. فكله ده يبقى كلامه زي كده شرح مشروع معلش سهل جدا نقراه. فهذا المعلم كله المفروض يبقى إيه، يبقى هو يعني انعكاس لهذه التطورات. نقلب الشريحة، فده المعلم العولمي. يعني تقراهم كده وتلخصهم تجد ان المعلم العولمي ده هو اللي يعني معلم اللي بيكون يعني الانعكاس لعصر العولمة اللي احنا بنعيش فيه، وعصر الكوكبة، وعصر الجلوباليزيشن، وعصر التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فالمعلم ده هو بنسميه المعلم العولمي. ماشي؟ يعني ما يبقاش معلم محلي، عكس العولمي يبقى محلي. عولمي يبقى يعني مواكب ومساير لإعداد المعلم في العالم كله. معايا حضراتكم؟ ده كله إيه يعني كلام معلش شوية في بعضه، لكن هو ده المعلم العولمي. تقرأ تطلع وتقول لي إيه هو المعلم العولمي، من هو المعلم العولمي؟ هاي لأنه ممكن يبقى من المصطلحات. لو جبنا يعني مثلا المعلم العولمي هو ذلك الذي يكون أو يراعي طبيعة العصر، طبيعة عصر العلم والتكنولوجيا، وطبيعة عصر إيه صناعة المعلومات، وطبيعة عصر إيه الكلمة الرقمية. صح ولا غلط؟ صح على طول زي كده. طيب عايزين نيجي بقى بعد كده نكمل، ندخل يا سيدي بعدين على مين بعد الشرح ده؟ إيه بقى الكفايات، دخل على الكفايات هنا اللي المفروض المعلم يراعيها. كفايات تقليدية انتوا عارفينها كلكم، كفاية إعداد الدرس، كفاية تنفيذ الدرس، كفاية العلاقات الإنسانية، كفايات إدارة الفصل، كفاية دون أو كفاءة تخطيط الدرس تنفيذه، كفاية العلاقات الإنسانية، كفاية إدارة الفصل. وكل واحدة من دول تكون من مجموعة من الكفايات الفرعية، ما ننساش. ماشي؟ طيب نيجي برضه هنا قفزة أخرى، نقلب برضه الشريحة. يبقى الكفاية دي خلاص يا جماعة، نقول إيه المؤسسات إعداد المعلم دي المفروض تراعي شوية حاجات كده عند إعداد المعلم. إيه بقى الأشياء اللي تراعيها؟ تراعي إنه تدي له مهارات مهنية، طبعا توفر له الأربع مهارات اللي فاتت دول أو الكفاءات،
وهتقول لي هي الكفاءات يا حسام هي المهارات؟ نعم ممكن اعتبارها هي المهارات. لا معنى يا جماعة، يعني الكفاءات ممكن نعتبرها المهارات. احنا قلنا يا جماعة كفاية أو كفاءة يعني ثلاث حاجات، جوانب معرفية، جوانب نفس حركية، جوانب ايه وجدانية. معايا حضراتكم؟ طيب المفروض تراعيه كمان تاني، توفر له قاعدة، قواعد ايه، قاعدة معرفية، يعني قاعدة في مجال ايه التخصص بتاعه التدريس، وتدي له معلومات زي بنوك المعرفة، وزي ما يسمى بايه مثلا باللي هو بنك المعرفة المصري، وزي اللي عندك كل القواعد البيانات، وكل المؤسسات اللي بتدي بيانات ومعلومات وخدمة تعليمية ومكتبة رقمية وإلى آخره، فدي كلها المفروض إيه تبقى متوافرة بين يديه. يبقى أي مؤسسة لإعداد المعلم توفر له قاعدة إيه معرفية، وزي عندك بيسموها إيه إحنا قلنا بنوك المعرفة، بنك المعرفة المصري، بنك المعرفة المصري، وفي حاجة تانية ضايعة مني برضه قاعدة بيانات ممكن إيه المعلم يتوفر بيه، يديها للطلاب بتوع البحث العلمي عندنا في الكلية ماجستير ودكتوراه، وبيشتركوا في هذه البنوك من خلال الجامعة القديمة، وبياخد بيدفع رسوم بسيطة ما أعرفش بتاع 30 جنيه ولا بتاع، وبيها 6 شهور يتصفح هذه الإيه قواعد البيانات. توافر المهارات الفنية، يعني التدريس فن ومهارة أيضا. فنسيت أقول إن المهارة قوائل الكفاءات والكفاءات هي نفس المهارات. ثلاث حاجات، مهارات فنية، أو نقدر نقول مهارات خلينا ماشيين معرفية معلوماتية، مهارات نفس حركية، ومهارات وجدانية، وبالإضافة نديله شوية مهارات تانية. ماشي حضراتكم؟ برضه دي حاجة فروض المدرسة والمعهد وكلية إعداد المعلم توفر له هذه المهارات وتديله هذه القواعد من البيانات. من خلال برضه نيجيكم انتم هنا، نيجي حضراتكم ونقلب الشريحة هنا عشان نشوف احنا ماشيين مع بعض اهو الحمد لله هنا وهناك. خلال اعداد المعلم في دول كفاءات يمكن، طيب يمكن تحديد ايه الكفاءات المطلوبة او الكفاءات في برامج اعداد المعلم. ممكن نعرف تدريب وهيبقى ازاي على الاشياء وعلى البرامج اللي هو بنكسبها له، بحيث يبقى هو يعني فاهم لها، مش يبقى واخد برنامج ومبقاش فاهم مهاراته ولا أسسه ولا تطبيقاته، ويعني يبقى فاهم هذا البرنامج أيضا، يبقى شكلا وعملا وتطبيقا أيضا وتقويا. فده من في ضوء كفايات، ضوء كفايات إعداد المعلم ده المفروض إيه نحدد له الكفايات المطلوبة وندربه عليها، يتدرب عليها أهم. تدي له خبرات تعليمية وعالمية أيضا، تدي له شوية يعني برنامج فيه معيار بيتم بموجبه تحديد كفاياته وهكذا. تدي له وضع الطلاب ما يجعل أكثر يعني إحساس واهتمام بعملية إعداده، ما ياخدهاش كده يعني على أساس إنه وظيفة يعني مؤقتة أو وظيفة يعني لسد مكانة المعلم وخلاص، لا لازم يبقى مقتنع بيها وفاهم لها. نساعده على انه يبقى عنده يعني اداؤه يبقى مقبول وجيد. نساعد المعلم ده على اساس انه تدريبه يبقى مستمر، يبقى فيه نوع من التعزيز، ما نسيبوش كده سايح كده ما يعرفش الصح من الغلط ايه، لازم يبقى فيه تعزيز وتغذية راجعة باستمرار باستمرار وهكذا. هاجي ارجع لحضراتكم برضه ونرجع نكمل الشرائح او الصفحات، الصفحات احنا بنخفض. مش عارف يا جماعه دار المنظومه، ايوه المنظومه، برافو عليك يا ابراهيم، بنفكر فيها من بدري. دار المنظومه صح، مع بنك المعرفه المصري، ده كله بالاشتراكات تدي لك اي قواعد بيانات، ان شاء الله لما تدخل على الماجستير كده والدكتوراه تبقى ايه الحاجات دي هتبقى متاحه لكم سهله يعني. معايا حضراتكم؟ نيجي نتكلم بعد وقت ايه بقى تاني في، انا برضه سريع معلش يا جماعه سامحوني سامحوني خالص، برضه الحياه اللي هي فيها الشرع دي مش بنعديها على طول، مش لازم هي يعني نقف عندها. معايير، في معايير ولك في الولايات المتحده الامريكيه دي مش لازم يا جماعه، معموله الولايات المتحده الامريكيه، قدم المجلس القومي للاعتماد والمجلس القومي للمعلمين الرياضيات والى اخره،
معايير يجب أن أحتويها إيه بقى برنامج إعداد المعلم، مش لازم نقرأها سريعا. يبقى برامج إعداد المعلم، معايير برامج إعداد المعلم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أجنبية، مش لازم يجب معايير، نقرأها سريعا دي لو سمحت. لما يجي الكتاب إن شاء الله حوالي 10 معايير دول هنس، وفي استراليا أيضا اكتبوا كده بورقة معايير برامج التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، في أستراليا، في دول الخليج، في حاجات زي كده. المعايير دي إحنا يا جماعة بسرعة كده نقرأها قراءة سريعة. نيجي الكفاءات التدريسية. الكفاءات التدريسية للمعلم برضه في الولايات المتحدة الأمريكية دي نسرحها، إحنا عايزين حياة تهمنا إحنا هنا في مجتمعنا المحلي، مش لازم دي برضه نسرحها. حتى احنا ما يعني ما يجيب ركزناش عليه في الشرايح. المعايير الأجنبية القومية الأجنبية كله ده على المعايير الأجنبية القومية اللي هي يعني عشان بس تعرف الكفاءات التدريسية محليا وعالميا. نيجي لتصنيف الكفاءات التدريسية ومكوناتها، هيجيكم هنا تصنيف الكفاءات التدريسية تصنيفها. فده اللي احنا سرعناه اهو، معايير ده كله يا جماعة هذا كله ده المعيار الثامن العاشر ما اعرف شيء. نيجي الكفاءات التدريسية دي نقف عندها. الكفاءات التدريسية نيجي هنا لو حبينا نصنف هذه الكفاءات التدريسية، أولا كفاءات تدريسية طبعا تصنيف اللي هي خاصة بتخطيط الدرس، ودي ست يعني أهداف الدرس والوسائل التعليمية أنتم عارفينها اللي هي بتبقى عمل في تخطيط الدرس، الأهداف والوسائل وعندك والأنشطة والمادة العلمية وبعدين طريقة تدريسها والاستراتيجية والمدخل وهكذا، دي بنسميها كفاءات التخطيط للدرس، ودي سهلة ومعروفة جدا أنتم عارفينها. والتقويم والواجبات اللي يعملها الطالب دي بنسميها كفاءات التدريسية، سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش مشكلة، ذاك احنا مرينا عليها سريعا. الكفاءات التدريسية دي لها كام مكون؟ لها ثلاث مكونات انتم عارفينهم برضه احسن مني. المكون المعرفي برضه اجيكم هنا عشان اسرع اللي الصفحات. الكفاءات التدريسية يا جماعة احنا قلنا اللي هي كفاية الخاصة بتخطيط للدرس معايا، ودي حوالي 7-8-9 مكونات تشمل تخطيط الدرس من الأهداف لغاية الواجبات المدرسية أو الواجب المنزلي، كلكم عارفينها كويس. احنا بس عايزين برضه احنا سرعنا تصنيف الكفاية التدريسية، المفروض الواجب توفر المعلم لدى المعلم في أخلاقيات ومسؤوليات المهنة، تخطيط لعملية التدريس، تخطيط لأهداف كبرى وليس لمعلومات تفصيلية، تنفيذ الدرس، تقويم، دي كلها بنسميها بقى كفاءات خاصة بمين؟ بالتدريس أو بالعملية التعليمية. ماشي يا جماعة؟ طيب احنا كده يعتبر وصلنا لصفحة 35. تصنيف الكفاءة التدريسية ليها ثلاث مكونات زي ما قلنا أنا معاكم دلوقتي أهو، خلاص خلينا هنا. يعني إلى حد ما شايفين مكون معرفي، مكون مهاري، مكون وجداني، برضه سهل جدا. تصميم برنامج تعليم قائم على الكفايات، يعني احنا هنصمم برنامج تعليمي للمعلم قائم على الكفايات. ايه بقى هتبقى ملامح او عناصر هذا البرنامج؟ اولا نشوف الاهداف ده هنجيبها من فين، لازم من المجتمع، من البيئه، من واقع المجتمع، من مشكلات المجتمع، من ثقافه المجتمع، من تراث المجتمع، دي مصادر الشقاقه. خدتوا الكلام ده في أصول التربية زمان سنة ثالثة، تربية مشكلات المجتمع وبالذات خدتوها في أصول التربية معايا. الأهداف مما تشتق الأهداف من واقع المجتمع، من البيئة، من التراث، من الثقافة، من حضارتنا، هذه حاجة معينة. وبعدين برضه الخط أنا بدأ يصغر بالنسبة لي. اثنين بعد ما حددنا مصادر الأهداف نحدد الأهداف الإجرائية، دي السلوكية بقى، ده رقم اثنين. يبقى الأول أهداف مصادر الأهداف مما تستقى، نجيبها من فين أهداف البرنامج اللي هو الخاص بإعداد المعلم. اثنين أهداف تعليمية أو إجرائية. ثلاثة المحتوى،
على البرنامج، يبقى شيء طبعا برنامج بلا محتوى يا جماعة ما ينفعش. معايا يا اخوانا ولا ايه حضراتكم؟ مفيش كده حس ولا خبر ليكم؟ الو يا اخوانا سامعين معايا ولا رحتوا فين؟ العديد من المستخدمين يكتبون مع حضرتك. طيب الحمد لله. ايه بابا ابراهيم اهم حاجه تبقوا ايه صحيين كده، الله يكرمكم. معاك يا دكتور بس بنكتب. كويس، يا ريت والله احنا نكتب العناصر دي وتفريعاتها والمحاور وتفريعاتها يا جماعه عشان ايه ما نتلخبطش. احنا قلنا الموضوع اللي فيه ملامح الكفيات البرنامج اعداد المعلم العالميه دي احنا قلنا ايه نقراها قراءه سريعه، ودول حوالي 10 12 صفحه. معايا؟ تمام يا ايناس. اختيار المحتوى يبقى دي رقم 3، اختيار المحتوى 4 نحدد الانشطه زي اي برنامج يا اخوان، زي اي برنامج. الاهداف بعدين الاهداف الاجرائيه، الاول مصادر استحقاق الاهداف، بعدين الاهداف الاجرائيه الاثنين او السلوكيه، وبعدين رقم 3 بنحدد المحتوى الدروس الموضوعات بتاع البرنامج اعداد المعلم، بعدين نحدد انشطه يقوم بها المعلم، بعدين اداه القياس اللي يعني التقويم واختبارات قبليه وبعديه والكلام ده كله حاجات بسيطه خالص، وبناء ادوات القياس والى اخره. خلصنا الموضوع ده، هندخل يا جماعه على كفايات ايه التكنولوجيا اللي خدناها مش امبارح، خدناها الاسبوع الماضي اهي. وقفنا امبارح خدنا كفايه التصميم، لو معايا انت حضراتكم يا ريت تكونوا شايفينها كويس. لو حبينا نعمل تكبير هنا ايوه كمان، لا عشان ما نضيعش الكلام ما نضيعش، خلينا كده معايا حضراتكم. بصوا ده المحاضرة اللي فاتت كفايات التكنولوجية، أو واحدة ده ممكن ينفع يا دكتور كفاية المعلم التكنولوجية أو كفاية التكنولوجية للمعلم، ينفع مفيش مشكلة. وخدنا يا جماعة هناخد دلوقتي قصدي في دي توظيف المستحدثات التكنولوجية، وإيه هي المستحدثات أساسا، والتعليم التفكير باستخدام المستحدثات، وبعدين بالفيسبوك وشبكة التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، والمعلم الإلكتروني من هو، وكفاية تصميم التعليم دي اللي وقفنا عندها امبارح، نموذج التصميم اللي هو ADDIE هنا، كفاية البرمجيات وبص السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ده الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. فدعونا الآن ندخل هنا ونتكلم في دول لغاية ما وقفنا امبارح فين، كفايات التصميم. دي كلها تابع ايه بقى التكنولوجيا، كفايات الحديثة والعصرية للمعلم، اسمها كفايات التكنولوجية. كام كفاءة؟ 10. توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعليم التفكير بيها، وبعدين التفكير من خلال الشبكة والسوشيال ميديا، وبعدين المعلم الإلكتروني والمعلم الرقمي حضراتكم، وبعدين يا سيدي كفايات التصميم. هذه 5 كفايات ما شاء الله زي الفل. وبعدين كفاية البرمجيات دي هنتكلم فيها إن شاء الله المحاضرة الأسبوع الجاي، كفاية استخدام الشبكات الويب، كل دي كفايات في كفايات في كفايات للصبح. يعني تقدر تقول كفايات يعني، وكل دي طبعا بيطلع منها كفايات إيه فرعية. معايا حضراتكم ده الفصل الثاني، يعتبر الفصل الإيه؟ الفصل الثاني. نبدأ وبالله التوفيق. نبدا يا سيدي نقلب هنا، هناخد ايه اول كفايه، برضه هنضطر نصغر تاني، نصغر عشان ما اعرفش شايفين كده، انتوا نظركم شباب انتوا يا عم، انتوا تشوفوا كويس احسن مني، انا لازم اطلع ايه لله إيه. ماشي كده ندخل ايه لتصميم برنامج قائم على الكفايات. ماشي نبدا برضه خلاص ده كله احنا قلناه، تحديد الأهداف، تحديد أولا مصادر استحقاق الأهداف، الأهداف المحتوى، رقم 4 الأنشطة، 5 أساليب القياس والتقويم، وفي واحدة سادسة المفروض كان قالها وهي تحديد التكنولوجيا الحديثة، يمكن عشان كده جت في الفصل الثاني بكل كفاءاتها المختلفة. يعني بص يا جماعة الخمسة اللي فاتوا دول اعملهم 6، حط فيهم إيه كفاية تكنولوجيا التعليم لغاية. طيب هذه 6 كفايات. نيجي الفصل الثاني كفايات معلم التكنولوجيا او الكفايات التكنولوجيه للمعلم، هي
توظيف المسدسات التكنولوجية، تعليم التفكير، اللي هم العشر كفايات. ما ننساش يا جماعة، أرجوكم أرجوكم رجاء حارا ما ننساش إن دول عشر كفايات تكنولوجية. هاي هناخد كفاية المعلم التكنولوجي. أظن اللي مقرر كده بدأ إيه الصورة والملامة بدأت تتضح فيه يعني كويس. الشيخ أحمد البدوي يا إيناس. طيب نيجي يا سيدي نتكلم في إيه بقى الكفايات دي واحدة واحدة. كفاية المعلم التكنولوجي يعني يبقى إيه مثلا، يبقى برضه نعيد ونزيد أول صفحة في المحاضرة في المذكرة أو الكتاب. التطور في مجال العلم والتكنولوجيا هنقولهم تاني. اللي عندك في مداخل جديدة تكنولوجية عشان تعلم الإلكتروني يا جماعة اللي دخل. في دلوقتي تعلم عن بعد زي أنا وحضراتكم الآن، متزامن ولا غير متزامن؟ أنا وأنتوا حاليا يبقى متزامن في نفس الزمن، إحنا مع بعضينا كلنا وهكذا. وأشكال التعلم الإلكتروني هيبقى لنا فيه كلام كتير جدا التعلم الإلكتروني. وعندك يا سيدي المعامل الافتراضية، وعندك المكتبة الرقمية، وهكذا وهكذا. كل ده عبارة عن إيه؟ عالم جديد على المعلم ما كانش موجود من قبل. ظهر كمان التعليم المدمج. خلي بالكم يا جماعة، ساعات في ناس بتلخبط التعليم المدمج هنا. بص كده معاه، بصوا لي كويس كده. التعليم المدمج أحيانا الناس بتلخبط، تقول لك مع التعليم الإيه دمج يعني الأطفال العاديين مع اللي هم إيه ذوي الاحتياجات الخاصة. لا يا جماعة، ده التعليم المدمج يعني نظام تعليم إلكتروني ندمجه مع التعليم التقليدي بتاعنا، هذه القصد. لكن الدمج في التعليم اللي هو بالنسبة للفئات الخاصة دي حاجة تانية. فأرجوكم ما نلخبطش عشان تبقى إيه الأمور واضحة ما فيهاش لبس. فالتعليم المدمج أو بسموه التعليم الخليط أو البلندد ليرنينج، وده التسمية الإيه الأجنبية الصحيحة اللي هي ما لهاش مترادفات. ده كله معنى أدمج التعليم التقليدي نظام كنظام مع التعليم الإلكتروني كنظام حديث. أدمج الاثنين، أخذ مميزات ده ومميزات ده. يبقى ده بيسموه إيه؟ بيسموه تعليم مدمج معايا حضراتكم، أو خليط، أو ساعات كمان تاني يقولوا هجين، تعلم هجين، تعليم هجين. هجين يعني إيه؟ متهجن يعني شوية من هنا وشوية من هنا. معايا حضراتكم، فأرجوك تركزوا على دي كويس. طيب فده كله يا جماعة نقدر نعتبره من أو المختبرات الإلكترونية والفصول الافتراضية والمكتبات والمعامل الافتراضية وغرف الدردشة والفيديو كونفرنس والأوديو كونفرنس. كل ده يدينا إيه؟ أول حاجة اللي هي المستحدثات التقنية والكفايات أو الكفاءات المطلوبة توفرها. سر أنا بسرع فيها أهو عشان إيه؟ خلاص إحنا عرفنا الكلام ده. يعني مستحدثات تكنولوجية، يعني كمبيوتر، يعني برامج كمبيوتر، يعني برمجات باوربوينت وورد وإلى آخره، وأكسس وإكسل والحاجات دي كلها، وداتابيس. لازم ده كله في أول إيه، أول حاجة يا جماعة اللي هي أولا فاكرين اللي هي المستحدثات التكنولوجية. طيب خلاص يبقى دي هنسرع فيها عشان دي سهلة وبسيطة ومعروف احنا عايشين فيها، والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها احنا عايشين فيها. فدي من ضمن يعني اول ايه كفاءات يجب ان تتوافر لدى المعلم، وهو ايه المستحدثات التكنولوجية والكمبيوتر والسبور التفاعلية او البيضاء والانتراكتيف في بورد والفيديو التفاعلي انتراكتيف فيديو تلفزيون التفاعلي انتراكتيف تي في والهاتف المرئي زي اللي مع حضراتكم. كل ده يعني شوف تقعد للصبح تعدد دي تلاقيها تحطها تحت ايه بقى بند المستحدثات التكنولوجية. هات المستحدثات التكنولوجية كتيرة جدا، واخد بتاع 10-12 صفحة يمكن. معايا حضراتكم، انا بسرع هنا برضه شوية عشان ما نطولش فيها عشان ندخل على العنصر الثاني اللي هو ايه اسمه مين، والتعليم بالكمبيوتر بمساعدة الكمبيوتر وإلى آخر، التعليم الشخصي والتعليم الفردي. لكل دي مستحدثات تكنولوجية. مش عايزين ندخل الفيديو التفاعلي برضه بيقولهم تاني، والهايبر ميديا، والمفروض طبعا هي الحاجات دي كلها يا جماعة البرامج دي والتكنولوجيا الحديثة تعمل مجموعة من الأشياء، يعني التفاعل والاندماج والانخراط
والاستمرارية والمرونة والتعاون معايا حضراتكم، والتكامل مثلا، تكامل بين والتحديث والتطوير، وتعمل تعليم مستمر ومواءمة تعليمية وهكذا. أنا عايز بس أخلص من دي عشان أدخل على إيه بقى، أدخل على مين، على ثانيا، لأننا طولنا في أولا من الصفحة بتاعة الغلاف يا جماعة اللي فات بتاعة بداية الفصل الثاني، طولنا فيها شوية بس أنا عشان مكبر خطنا عشان أشوف وهكذا. فطبعا المستحدثات التكنولوجية دي كثيرة، حدث عنها ولا حرج، ولها مميزات كثيرة جدا، وتحقق يعني نقلة وقفزة نوعية في التعليم يعني هائلة عالية جدا. طيب فين كل ده؟ تبعت مستحدثات التكنولوجية ده كله أولا، كله أولا. ثانيا دي أنا اللي بدور عليها، تعال اهو أجيكم بقى، أنا أجيكم وأقلب دي يا سيدي هنا، وعايزين نيجي إيه كله. بص ده اللي هقلب فيه ما تلاقوش، يعني كله ده المستحدثات التكنولوجية، كله ده تبع المستحدثات التكنولوجية، أعدد فيها وأحصل الصبح مفيش مشكلة. دي كلها مستحدثات تكنولوجية، وتوظيفها وفوائدها ومعاييرها وأهميتها في العملية التعليمية، والتعلم الإلكتروني والتعلم الخليط. شوف أنا أقعد أقلب ده زي ما أنا قلبت هناك في الكتاب معايا حضراتكم، يعني كله ده إيه مستحدثات، عشان إحنا قلنا كام كفاءة يا جماعة التكنولوجية. ها مين يقول لي؟ يلا أحمد بدوي، يا سميرة، إسراء، فين سارة مشيت روحت، فين إبراهيم؟ 10، الله يفتح عليك إبراهيم، صح أنت معانا، ماشي هم 10، إحنا خلصنا واحد فيهم، كله لو واحد دي خدت لها 10-12 صفحة، مظبوط معايا. احنا عايزين نجيب الثاني بقى اللي هو المستحدث التكنولوجي الثاني. كله ده انا بقلب فيه ده لانه سهل وبسيط، وتقراه والله هتلاقيها يعني متعة في القراءة بتاعته، تحت ما يسمى بالمستحدثات التكنولوجية الحديثة او الكفاءات التكنولوجية الحديثة، ينفع مفيش مشكلة. ومميزاتها كله ده ايه برضه خدناه وقلنا عليه قبل كده، عزاك احنا مرينا عليه بسرعه لانه مش يعني مش محتاج انه احنا ايه يعني مش معضله، يعني سهل جدا. واسباب عزوف المعلمين برضه قلناها. نيجي المؤهل ثانيا بقى من العشر اللي قال عليهم مين، اميره، وقال عليهم اسراء، وقال عليهم احمد اولهم، ده احمد تكلم في الاول قال لك 10. ثانيا تعليم التفكير اهو، ماشي يلا ناخد بقى ايه، نقلب الصفحة بتاعت ايه تعليم التفكير دي برضه، احنا ايه بنقول عليه بسرعة كده، تعليم التفكير بالمستحدثات دي، ده المهارة التانية، او سميه ايه، سميه الكفاءة التانية التكنولوجيا الحديثة، التفكير. فاحنا يا جماعة الوسائل التعليمية الحديثة دي والتكنولوجيا الحديثة دي والأقمار الصناعية والإنترنت وإلى آخره والمكتبات الرقمية والمنصومة وبنوك المعرفة، كله ده ساعد على أن نطور من التفكير بتاعنا، نطوره في حل مشكلات العملية التعليمية. فطبعا لازم المعلم يستفيد من هذه التكنولوجيات الحديثة في تطوير تفكيره، وإحنا دائما نطور تفكيرنا للأفضل، وما يبقاش تفكير يبقى تفكير قائم على العلم والتكنولوجيا والاتصالات، ما يبقاش تفكير قائم على العواطف ولا على الإيه على يعني التفكير بعقول الآخرين، ولا التفكير بالسلطة إنه حد يفكر لك، ولا لا لازم التفكير يبقى إيه منابع من المعلم نفسه، فيستخدم هذه الأشياء في إنه يطور من أدائه ومن سلوكه ومن عمله، يعني من خلال الكمبيوتر والأقمار والإذاعة والتلفزيون والأقراص المغناطة والبريد الإلكتروني والمؤتمرات، الكلام ده كله ياخده إيه يطور به حياته، يطور حياته التعليمية كمعلم. ورد هسرع عليها لأنه خلاص إحنا يبقى نربط التكنولوجيا الحديثة دي نربطها بتفكيرنا. نيجي نتكلم هنا على التعليم الإلكتروني، قلنا يا جماعة نظام وليس إيه، أجيكم بقى هنا بص عليكم شوية، التعليم الإلكتروني هنا نظام وليس هو طريق التدريس، وليس دائما بأكد عليه، وليس مدخل، وليس يعني ممكن تقول أسلوب لكن ما تقولش طريق تدريس ولا مدخل ولا استراتيجية، إنما التعليم الإلكتروني
هو نظام، نظام زي ما انت بتدرس الولاد عادي، فصل عادي، مدرسة عادية، منهج عادي، حصص عادية، طرق تدريس عادية، أنشطة عادية جدا، معلم عادي، مكتبة في البيئة المدرسة عادية، ورقية وليها حيطان. معي حضراتكم؟ ده يا دكتور بيفرض علينا تحديث المؤسسات التعليمية، طبعا يفرض علينا حاجات كثيرة يا أستاذ أحمد، يفرض علينا نعيد غربلة النظام التعليمي بتاعنا. العشر مستحدثات دول اللي اتكلمنا عنهم أو بنتكلم فيهم حاليا، واحنا دلوقتي فين في التفكير؟ احنا خدنا الموضوع الثاني اللي هو دلوقتي ايه، اول حاجه احنا قلنا طبعا المستحدثات وانواعها وعلاقتها الحاجه الثانيه احنا قلنا دلوقتي بنتكلم في مين، في بنتكلم في ال ده نتكلم في التفكير، المستحدثات والتفكير، ماشي. المهم جاء كده في السكه التعليم الالكتروني من ضمن المستحدثات، فبيخلينا ان احنا نفكر في طريقه تقديم البرامجنا التعليمية كمعلمين طبعا من خلال التعلم الإلكتروني. وقلنا التعلم الإلكتروني يا جماعة نظام، نظام والنظام سيستم، واخد بالك، بيستخدم التعليم عن بعد والتعليم متزامن إلكتروني وتعليم غير متزامن، بيستخدم مكتبة رقمية، نشاط رقمي، امتحانات رقمية عن بعد، وهكذا وهكذا، كله ده ايه، وخدمة يبقى إلكترونية، يعمل بيئات افتراضية عن بعد إلكترونيا، ندرس إلكترونيا زي ما مدارسكم كده حاليا، كله ده عبارة عن إيه، المحور رقم ثلاثة، رقم ثلاثة في المهارات أو الكفاءات، أنا برضي بسرع عليها شوية، اللي بتحتم علينا إن إحنا إيه نفكر تفكير طيب، تفكير إلكتروني بتاع ده، يعني تفكير في التعلم الإلكتروني، وناخد بما يسمى بالتعلم الخليط او الهجين، الهجين اللي هو الاثنين مع بعض، معايا حضراتكم؟ ويبقى بالتالي ايه، ناخد حسنات التعليم التقليدي وحسنات ومميزات التعليم الالكتروني، لانه ده برضه ليه بعض العيوب وده ليه بعض العيوب، ناخد حسنات هذا وحسنات ذاك ونعمل بهم ايه ما يسمى بالتعليم المدمج او الالكتروني. ده ليه نمطين، نمط متزامن زي انا وحضراتكم، احنا الاثنين مع بعض صوت وصورة وكل حاجة وفي نفس التوقيت، وفي غير متزامن، يعني انا زي ما تبعتوا لي واتس مثلا بكونش موجود، او انا ابعت لكم ما تكونوش انتم موجودين، يبقى ايه، ممكن ابعت لكم محاضرة انتم مش موجودين، تشوف المحاضرة بعدين انت متواجد انا مش متواجد، بس تعليم الكتروني غير متزامن، طبعا متزامن احسن افضل، وان كان الغير متزامن برضه له ضرورات، يعني معايا حضراتكم؟ هنخرج من ده كله ونطلع من ده كله، يا بردي دخلنا يعني ايه عشان ندخل على ايه الحاجة الثالثة، انا مكبر الخطين خالص عشان النظر، معايا حضراتكم؟ عايزين ناخد الحاجة اللي هي الرابعة مثلا من ضمن الايه اللي هي المعلم الرقمي او تكون المعلم الحديث او المعلم في ظل عصر التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويجيب لك ايه انواع بقى والدمج والتعلم الذات والتعلم التعاوني، معايا حضراتكم؟ طيب هتلاقوا كل ده موجود، بس احنا بنسرع عليه عشان احنا ايه بنلم الموضوع يعني، وليه مميزات طبعا التعليم المدمج، واخد بالك انه يعني الى حد كبير، احنا داخلين دلوقتي يا جماعه على موجه يقال موجه الرابعه، والعياذ بالله ربنا يسترها للمتحول كوفيد ده، فمش عارف هيبقى ايه الوضع بقى. انتوا بالنسبه لكم العمليه محلوله خلاص من الاول، يعني كده كده احنا ايه عالنت اهو، مفيش مشكله ان شاء الله، انما هي المشكله للطلاب بتوع الكليه بتوع مرحله البكالوريوس، هل هيبقى ازاي الوضع؟ الله ورسوله اعلم ماذا يخبئ لنا الغيب، مش عارف. والتعليم عبر الشبكات زي اللي احنا فيه ده تعليم عبر الشبكة، ماشي، ووظائف وإلى آخره، كلام سهل وبسيط، أنا يعني بمر عليه بسرعة عشان عاوزين نيجي احنا للإيه للكفاءة الرابعة الإلكترونية للمعلم بعد الشبكات دي برضه، ماشي، نتكلم على ايه الشبكات، الشبكات
اللي احنا وقفنا عندها امبارح، صلى على سيدنا محمد. سنكبر خط هنا جدا، فطبعا يبان لك انه، لكن بالنسبه لك هيجي لك الكتاب عادي خالص يعني. المعلم الإلكترونية، دي الكفاءة الرابعة بقى من ضمن الكفاءات العشرة يا محمد أو يا بدوي. المعلم الإلكتروني دلوقتي أصبح وظيفة المعلم إيه؟ معلم يبقى إيه؟ إلكتروني، ويدير التعلم الإلكتروني برضه في ضوء متطلبات الحياة العصرية. نيجيكم هنا برضه معلش عشان نقلب لكم الإيه الشرايح. المعلم الإلكتروني بس هتقعد إيه تقلب في الصفحات دي كتير لغاية ما يجي لك إيه الكفاءة الرابعة. إحنا قلنا عشرة مش كده يا أميرة؟ إسراء معايا حضراتكم. واحد يقول لك ايه يا مع حسام احنا وصلنا للصفحة 96 معقولة من الكتاب؟ لا انا بس عشان مكبرين الخط هناك يعني، انما هو تلاقيه صغير بالنسبة لك، هي صغير خالص مفيش، مش هيعمل 110 صفحة على بعض كله. الشبكات والحاجات دي احنا ايه قلنا خلاص، الكفاية الثانية الثالثة دلوقتي المعلم الالكتروني الرابعه. يبقى المعلم يبقى ايه دوره الكتروني، هو بيسموه المعلم الالكتروني، ساعات بنسميه المعلم الرقمي، المعلم الرقمي. فطبعا هذا المعلم بيبقى ليه برضه ادوار ووظائف مخصوصه في ظل تكنولوجيا الايه العصر اللي احنا بنعيش فيه. وفي ضوء المستحدثات، وفي ضوء الادوات، ادوات هذا العصر، وفي ضوء الاجهزه والادوات والالات، الكمبيوتر والبرامج والشبكات. واخد بالك المعلم بيبقى بمبرمج زي ما نشوف ان شاء الله المحاضره اللي جايه. المعلم هيبقى ايه؟ هو بيعمل برامج الكترونيه، المعلم بيعمل مواقع ويدرب طلابه على عمل هذه المواقع، وهكذا. كل الحاجات دي متمثله في وظائف المعلم الالكتروني، نقول عليه ساعات المعلم الايه الالكتروني. معايا حضراتكم؟ المعلم الالكتروني او المعلم الرقمي. نيجي خدنا ايه بقى خامسا من العشره برضه دول يا بدوي، كفايه التصميم التعليمي. وقلنا يا جماعه دول خمس حاجات نسموها ايه، يصمم التعليم. ده علم جديد اسمه علم التصميم، قربنا خلص. دي بقى كانت محاضره امبارح يعني اخر حاجه فيها. فقلنا في نموذج اسمه النموذج العام بصمم بيه التعليم. تصميم التعليم يا جماعه غير تصميم التدريس. تصميم التدريس ده جوه الحصه. معايا حضراتكم؟ تصميم التدريس انا عامل كتاب فيه، انما تصميم التعليم ده يرتبط بتكنولوجيا التعليم، يرتبط بتصميم المواد التعليميه، تصميم التولز تي او او ال اس، الادوات، التكنولوجيا بشكل خاص. النموذج ده عشان تصمم مكون من خمس حاجات، خمس مراحل. تصميم التعليم نفسه، التنفيذ، التطوير، التصميم، التحليل، التقويم. خمس ايه عمليات. معايا حضراتكم؟ دول المفروض انت تبقى عارفهم عشان لما تيجي تعمل بيهم اي ماده تحلل يعني. مثلا التحليل مثلا يبقى انت بتحلل ايه الطلاب اللي قدامك، اعمارهم، مثلا نموهم، المتوسط الذكاء بتاعهم. عندك تحلل مثلا المنهج، واخد بالك، تحدد مناطق الصعوبه والسهوله اللي فيه، الحاجات دي كلها عشان تقدر تعمل ايه يعني حاجه تعليميه كويسه، او يعني تعمل وسيله تعليميه كويسه، او تعمل لهم اداه تعليميه ايه مناسبه لهم. فانت بتستخدم هذا ايه النموذج تحلل. وهيجين جين بعدين بعد كده اهو برضه العمليات، هم خمس عمليات، خمس عمليات تعملهم بحيث ايه التحليل مثلا اهو ده يبقى تحلل الاهداف وتحول المتعلمين وخصائص زي ما قلنا والذكاء والى اخره. وبعدين المرحله الثانيه مرحله التصميم، تصميم الشاشات وتصميم الماده العلميه اللي تظهر للطلبه في البرنامج ده، وتقعد تعمل تصميم واللون والشكل والحرق والالوان، الألوان والحاجات دي والأصوات، وهكذا وهكذا. دي اسمها مرحلة تصميم. وبعدين مرحلة التطوير،
يعني تقدر ايه تعمل البرمجية وتتعدل وتطور فيها. وبعدين مرحلة التطبيق دي رقم 4 مش كاتبها هنا، معرفش ليه. وبعدين عملية المراجعة الايفالويشن التقويم آخر حاجة. دول 5 مراحل يا جماعة بيسموها ايه النظام العام او الايه النموذج العام لإعداد البرمجيات. معايا؟ وده برضه يدخل فيه الحاجة الخامسة اللي هي التصميم. التصميم اهو بجيب تاني برضه من 10، تصميم التعليم غير التصميم التدريس. تصميم التدريس ده جوه اللي الحاجة تتعمل للدرس، انما التصميم التعليم ده حاجة تتعمل ايه عشان نعلم بيها الطلاب مستقبلا. تصميم التدريس تقدر تقول يدخل فيه تخطيط الدرس، اما تصميم التعليم ده للتصميم البرمجيات. تصميم برمجيات ارجع لكم برضه تاني اهو، واقدم هنا وكده برضه نسرع شوية. نسرع ده انت لسه كله ده في رقم 3 التفكير بالتكنولوجيا. او طيب والتعليم المؤلف او المختلط او المدمج وهكذا، ده كله ده ايه نسرع عليه شوية، نسرع شوية لغاية ما نيجي للمهارة أو الكفاءة الخامسة من الكفاءات ال10 يا أحمد، اللي هي بيسموها التصميم اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وهي النموذج العام. نركز عليه يا جماعة، ده النموذج العام ده هو فقط من 5 مراحل. بعدين بيتكلم في بعد كده ايه التصميم العام ده، بيقول لك يعني لازم يراعي ايه مجموعة من المعايير برضه، مجموعة من القواعد، اللي هو تنظيم وتتابع المحتوى، الاتصال التعليمي، التفاعل، إدارة العملية التعليمية، مؤسسة الأنشطة المختلفة. يعني مجموعة من القواعد ومجموعة من المعايير اللي المفروض تراعيها في المين في التصميم التعليمي، اللي هو كام مرحلة؟ احنا قلنا 5 مراحل. معايا حضراتكم؟ نيجي سادسا بقى، سادسا اللي هنتكلم فيها ان شاء الله المحاضره القادمه. ما ننساش يا جماعه كفايات البرمجيات التعليميه، كفايات البرمجيات التعليميه. معايا حضراتكم؟ انا كده ايه تقريبا هرجع لكم تاني هنا، فده كله ايه موجود هنا، اللي هي ان شاء الله 6 هناخدها، اللي هي كفايات مين؟ احنا قلنا البرمجيات التعليميه 6 و7 و8 و9 و10. معايا حضراتكم؟ فان شاء الله تعالى دول هناخدهم المحاضره القادمه. انا بس عايز اطلب منكم طلب بسيط، يا ريت يا استاذه اسراء ويا احمد بدوي ويا اميره والمجموعه كل اللي معانا ان شاء الله، العدد 23 برضه عدد بسيط ما اعرفش ليه. انا عاوز من حضراتكم يا حد يلخص لنا كل الكلام اللي قلناه في المحاضرة كعناوين رئيسية فقط في المرة اللي جاية إن شاء الله، وحد يعرضها لنا يقول لي والله إيه الموضوعات اللي خدناها كذا 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 بفروعها، من غير تفاصيل، من غير تفاصيل. ممكن يعني في إن شاء الله تعملوها كده بإذن الله. مش عايز أطول عليكم أنا، عشان أنا عارف إن أنتوا عندكم الساعة 8 تقريبا محاضرة، في محاضرة الساعة 8 صح؟ 8 يا إسراء، سارة مش بتبان عليه. 8 مين هيديكم 8 ل 10 ده؟ من 8 الا مين يا دي؟ مين يا جماعه؟ مواطن رقمي مين؟ توريسري ولا مين؟ توريسري ده مديهالكم متاخر ليه كده؟ طيب سلموا لي عليه. ماشي يا جماعه، ان شاء الله تعالى خير وبتوفيق، ان شاء الله سعدنا بيكم. ان شاء الله المره اللي جايه هناخد يا جماعه رقم 6، احنا قلنا ايه؟ حد فاكر كفايات البرمجيات 6 و7 و8 و9 و10، ان كان في الاجر بقيه. مش هناخدها كده، لا هناخدها باوربوينت طبعا، عادي الشرايح عادي وواضحه تبقى وزي الفل. معايا؟ شكرا، السلام عليكم ورحمه الله. يا رب نكون كده فدناكم النهارده وشفينا غليلنا من النت بتاع امبارح، وان شاء الله يكون كده يعني يعني عدلنا الامور وعوضناكم شويه، وان شاء الله تعالى على فكره الماده يعني احنا قربنا خالص يعني ان شاء الله يعني ماشيين كويس خالص. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معادنا ان شاء الله الاسبوع القادم الاثنين من كام؟ 6:30، ما ننساش يا جماعه.
السلام عليكم.